كنبقى هنا كنفطر هنا كان مور الفطور كنبقى كندبر عليك 400 ولا 300 ولا شناهي اللي قسم الله. كيجي واحد السيد هو اللي كيدير فيا تعب الله كيوصلني حتى لداري. الصباح كنشد المركوب وكنجي باش تاني كندبر على قوت. علاش كتجي الصباح؟ 6 كنوض كنصلي الصباح كتجي لهاد البلاصه كتجي للمارشي الصباح كندخل بحالي بحال الرجال يعني كندخل بالسيف راجل ماشي بالصفه ديال المراه. كندخل كندخل ولادي بجنبي كنتقدى داكشي اللي كيقسموا لي الله تعالى بحالي كنتصادق مع الرجال كيقولوا لي الفريال كنقول لا انا غير كذا وكذا كنبقى كنتشاطر حتى كنجيب داكشي اللي كيقسم الله. كنجي كنفرش الطويبله ديالي كنجلس في العشيه الحباب هما اللي تيجيبوا لي فطوري. يعني انا دابا صايمه حاليا هو رمضان ما عنديش كيفاش ندير باش غنمشي ندير فطور. انا كنسكن خارج جديده كورس تاع الخيل الى انسان تيعرف كورس ديال الخيل كنسكن تماك ومن تما كنشد الطونسبور وكنجي حتى لهنايا سيدي موسى باش كنبيع وباش كنعاود تاني في العشيه كنرجع تاني باش ندير السحور لولادي. يعني ما عندي لا نعاس لا والو. كنعاود تاني الصباح مع 6 كنفيق كنجي نفس السيستم غاده جايه غاده جايه. وليداتك ديما معاك هنا؟ ديما معايا الا الاخرين اللي مع خويا هما اللي سالكين كيبقاو مخزونين على الشمس ومخزونين على اي حاجه. ما عندي لا مدرسه لا حتى شي واحد ما تيقرا ما عنديش امكانيات باش نمشي لهم حتى الكتب هما اللي خرجوا. دابا وليداتك بربعه ما كيقراوش حتى واحد ما تيقرا فيهم كلهم جالسين عند خويا الا جوج اللي كيجلسوا معايا هنا كيبقاو معايا النهار كامل بصح كيدورو. داك الوليد الصغير كيمشي يتسخر ليا هادشي واحد بحال كنقول يجيب ليا الماء ولا يجيب ليا شي حاجه المهم كيعاوني. هما الاخرين كيبقاو عند خويا حتى كنمشي في الليل عاد كنطلع لقيتهم ناعسين كنخليهم لقيتهم فايقين كنقول لهم هبطوا. دابا انت كتبيع لنا انا هنا في سيدي موسى البلاصه اللي كتسكني فيها العشاء شحال بعيده من هنا تقريبا؟ تقريبا راه في الخرجه ديال ازمور يودا الفجر كنتسحر كما كنتسحر وكنبقى فايقه انا ما كنرجعش للناس خاصني يودا الفجر نبدا طريقي باش نخرج باش ندخل في التوقيت ديالي باش ناخذ ثاني السلعه نقيه باش نلقى شي حاجه نقيه. ما جيتش في الوقت كنلقى كلشي داوه صافي كتولي انت كتشوف فيهم شحال قال لك غتاخذ انت ما عندكش ظروفك ما كتسمحش لك ما كتسمحش لك. قال لك 50 درهم انت ما عندكش الا قال لك 20 درهم تاخد راس ميرك 10 دراهم باغي تاخذ حاجه بسيطه. توجه للناس خوتي في المكان وفي يشوفوا ظروفي ويجوا حتى لعندي ونديهم لداري ويشوفوا كيفاش كنعيش. انت كتعيشي في عشا؟ وسط البر الزنك يعني الشا برا والشا داخل الشا برا والشا لداخل ماقدرش شي واحد يعيش كيما كنمشي من هنا الشا كنمشي تما كاين الشا ما عنديش ما نزيد ولا ما نوخر ما عندي حتى شي حاجة إلا الله سبحانه وتعالى.